لسه معاكم يا ولادي. جون 2013، بيبر 3 فيرين 3، والسؤال التاسع بيقول لي ان لابوراتوري اكسبيرمنت ذا ايزوتوبس اوف يورانيوم 238 ذا ايزوتوب يورانيوم 238 از يوزد از ا سورس اوف الفا بارتيكل. ستيت وان فيتشر اوف يورانيوم 238 نيوكلاي ذات از ذا سيم فور ذا نيوكلاي اوف اذر يورانيوم ايزوتوبس. يعني ايه المتشابه ما بين الايزوتوبس حبايبي؟ ان هم سيم اتوميك نمبر او سيم نمبر اوف بروتونز. الايزوتوبس متشابهه في النمبر اوف بروتونز. طب وان فيتشر ذات از ديفرنت نمبر اوف نيوترونز. هم مختلفين في النمبر اوف نيوترونز. تمام، سؤال بسيط جدا.